مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. روجت المؤثرة مايا راجيل لخارطة الروح الجزائري والكراك العاصمي في البتراء بدولة الأردن، وهذا ردا لسارقي التراث الجزائري. هاي، وش راكم صحباتي؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير، تكونوا لاباس. انا صافا الحمد لله. شوفوا اليوم كاين اون سول فيديو راح نحطها لكم، وحده هاي ليك هاد لا فيديو برك راح نحطها، وحبيت منكم تعاونوني باش نطلعوا هاشتاغ لا لسرقه تراثنا خيط الروح الجزائري، باسكو كاين الناس راهم يسرقونا في تراثنا وحبوا ينسبوه ليهم. وهاد الحاجة اللي عندي شهر وأنا نخمم كيفاش نقدر نديرها، وكيفاش نقدر كل بلاد نروح لها ننشر فيه تراثنا بطريقتي الخاصة، وكل واحد يعاون بطريقته. انتوما إذا راكم قادرين تعاونوا بطريقتكم، ما عليكم غير في أي منشور تحطوه، في أي بوست، في أي صورة، مام إذا غبارتاجيتو لا فيديو تاعي، إذا حبيتو ما عليكم غير ديروها لي دو هاشتاغ هذوما. هاد لعرض إعلاناتكم على باخة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.